أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من منشط أحمر، معي أنا ريمان عيسى. نبدأها بأبرز وأهم المنشطات. البيت الأبيض يهنئ حكومة الكاظمي على الوفاء بوعدها وإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها. تحديد المعترضين يعيد توزيع مقاعد البرلمان العراقي. مفوضية الانتخابات تنتهي من العد اليدوي لأكثر من 8000 محطة وتبدأ بعد 140 محطة في بغداد. الصدر ناصحا المعترضين على نتائج التصويت: عليكم التحلي بالروح الوطنية وعدم اللجوء إلى ما لا يحمد عقباه. في ملفنا الرئيس، النساء تستحوذ على 97 مقعدا في البرلمان العراقي في سابقة هي الأولى من نوعها في النظام السياسي الجديد. أهلا بكم من جديد. لأول مرة في تاريخها تفوز المرأة العراقية ب 97 مقعدا برلمانيا، بزيادة 14 مقعدا عن الكوتا المخصصة للنساء. ووفقا للنتائج فازت 57 امرأة بقوتها التصويتية دون الحاجة إلى الكوتا. أرقام ونتائج تطرح تساؤلات عديدة، أبرزها: هل زيادة عدد النساء في البرلمان العراقي سيعزز مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي وتمكين مجتمعيا؟ نتابع التقرير ونعود لنفتح هذا الملف. في سابقة هي الأولى من نوعها بالنظام السياسي العراقي الحديث، 97 مرشحة فازت في الانتخابات التشريعية المبكرة بزيادة 14 مقعدا عن الكوتا المخصصة للنساء. ووفق النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية فإن 57 مرشحة فازت بقوتها التصويتية من دون الحاجة إلى الكوتا لتشكل المرأة قوة ضاربة في البرلمان الخامس. ووفق استطلاعات للرأي فإن فوز النساء بهذا العدد في الانتخابات المبكرة خطوة إيجابية في العملية السياسية ويعزز صوت المرأة داخل البرلمان في التعبير عن طموحاتها وتطلعاتها ويسرع من تشريع القوانين المهمة التي تصب بمصلحة المرأة، لا سيما وأن هناك قوانين لا تزال معلقة منذ دورات برلمانية سابقة. وأمام الفائزات بعضوية الدورة البرلمانية الجديدة مسؤوليات كبيرة وتحديات أكبر، خاصة أن بعضهن يخوض التجربة السياسية للمرة الأولى، وهو ما يتطلب جهدا كبيرا وثباتا أكبر لترك بصمة التأثير الحقيقي في مناطق انتخابهن. ويعد نجاح الانتخابات المبكرة من ضمن المنجزات التي حققتها حكومة الكاظمي وفق إشادة معظم الأطراف السياسية المحلية والجهات والمنظمات الدولية بنزاهة العملية الانتخابية وتوافقها مع الأطر القانونية والسياقات الدولية. هذا الملف مع ضيوفي الكرام، أستاذة الإعلام في جامعة بغداد سهام الشجيري، وأيضا المختصة في مجال حقوق المرأة الدكتورة بشرى العبيدي. أهلا بكما. وأبدأ معك دكتورة بشرى، يعني إذا لاحظنا زيادة هذه المرة في عدد المقاعد المخصصة للنساء حتى دون الحاجة للجوء إلى الكوتا، برأيك إلى ماذا تشير هذه الزيادة؟ ويعني ما الذي ستضيفه إلى دور المرأة العراقية السياسي تحديدا؟ تفضل. شكرا لكم، شكرا لهذه الاستضافة ولاختيار هذا الموضوع المهم في هذه المرحلة وفي هذه المناسبة اللي احنا نعتبرها مناسبة مفرحة جدا، ان النساء انه اثبتن
قدرتهم على إقناع المجتمع بالكامل بأنه هناك إمكانية لتقدم المرأة وأهمية في دور المرأة في العمل السياسي، وأثبتت بجدارة هذه الأهمية. والدليل أنه 57 امرأة تبوأوا مكان في مجلس النواب دون الحاجة إلى الكوتة، وهذا احنا نعتبره انتصار كبير جدا للمرأة العراقية في المجتمع العراقي، في مجتمع كالمجتمع العراقي. مجتمعنا العراقي كنا نعرف أنه يسود الفكر الذكوري، ومنظورهم للمرأة منظور أدنى من منظورهم إلى الرجال، فبالتالي كان هناك أدنى صعوبة بأن نتوقع أن يكون هناك زيادة في كسب النساء لمقاعد انتخابية، مقاعد في البرلمان أكثر من الربع الذي حصرنا فيه منذ أكثر من ثلاث دورات انتخابية. ولكن في نفس الوقت هذه الزيادة احنا نعتبر ما حسب من قبل مفوضية الانتخابات لمقاعد النساء فيه مخالفة دستورية ومخالفة لقانون الانتخابات، يعني قانون الانتخابات واضح جدا في نصه أنه الخانة المخصصة لمقاعد الأعلى أصوات هذه تشمل الكل رجال ونساء عدا عن خانة الكوتا. بالتالي المفروض من تصعد بخانة الأعلى أصوات لا تحسب من ضمن الكوتا، فبالتالي احنا اليوم المفروض مقاعدنا في مجلس النواب 140 مقعد على أساس 57 اللي حصلت عليها النساء بخانة الأعلى أصوات زائدا 83 مقعد اللي هي المفروض أن تكون مقاعد الكوتا، وبالتالي من غير الصحيح احتساب مقعد الأعلى أصواتا مع مقعد الكوتا، لأنه هذا حساب شيء وهذا حساب شيء آخر. فبالتالي احنا اليوم المفروض استحقاقنا 140 مقعد في مجلس النواب. نعم، إذن يعني وفقا لما تتحدثين به دكتورة بشرى من المفترض أن يزيد عدد المقاعد المخصصة للنساء وفقا يعني ما طرحته. دكتورة سهام يعني أرحب بك مجددا في مانشيت أحمر وحلقة اليوم تحديدا يعني لنتحدث عن دور المرأة السياسي بعد حصولها على يعني عدد كبير من المقاعد بزيادة نحو 14 مقعد عن الدورات السابقة، كيف تنظرين إلى هذه الزيادة، وهل الزيادة يعني تمكن المرأة السياسية المرأة العراقية من لعب دور سياسي أكبر اليوم في العراق؟ شكرا للاستضافة أولا، وثانيا علينا أن نعي أن تواجد المرأة ليس سب في البداية على المجتمع، لكنه يحاول أن يأتي بقضايا ممكن أن تكون المرأة هي فاعلة في هذا الجانب. لربما كنا هناك نساء في البرلمانات السابقة كنا فاعلات، لكنهن كنا ينتظرن قرار الحزب الذي ينتمين إليه، وبالتالي تواجد المرأة في البرلمان مهم، لكن هل المجتمع يستوعب قرارات المرأة؟ وأنا أقصد هنا المجتمع البرلماني يتقبل روح التعامل مع المرأة بهذا الجانب. سيدتي الكريمة، أن هناك أحزاب تنتظر المرأة ترفع إيدها حينما يلبي لها الحزب الذي جاء بها، وبالتالي المرأة في هذا الجانب أنا أستطيع أن أشجعها فعلا لأنني امرأة، وبالتالي تواجد المرأة في هذا المكان المقدس اللي هو البرلمان العراقي يحتاج إلى الكثير من الأسس اللي هي تكون المرأة بها فاعلة، فاعلة فعلا ولا تنظر إلى ما يقوله الحزب هذا الذي ممكن أن يكون هو الأساس في هذا الجانب. بأن المرأة داخل البرلمان العراقي مقيدة مرهونة بالكتل السياسية التي تتبع لها، وهي بالتالي لا تمارس دورها السياسي بحرية مطلقة؟ لربما البعض منهن استطعنا أن يدخلنا في جانب الإعلام
وبالتالي كان لهن صوت، ولكن هل هذا الصوت فاعل للمجتمع؟ هل خدم المجتمع؟ هل عملنا بطريقة تستطيع من خلالها أن أجد كثير من الأسس اللي هي تتعامل معها في هذا الجانب؟ أنا أعتقد هناك فيتو على النساء في هذا الجانب، كما أن هناك رؤية تقول أن المرأة مجرد شكل، وهذا ما قالوه كثير من البرلمانيين الذين يدخلون في سجالات أو حوارات مع الفضائيات، وبالتالي يقول لك المرأة شكل من أشكال ليس التردد بقدر ما هو يعني حالها حال باقة ورد في هذا المكان. لكن هناك فاعلات، نعم هناك فاعلات، هناك كثير من النساء اللي هن استطعنا أن يجدنا منفذا. أنت تعرفين سيدتي الكريمة أنه لا نستطيع أن نقول أن هناك كل النساء هن فاعلات، ولكن هذا الكثرة، أنا ضد كثرة أن تكون النساء في هذا الجانب ونتمنى أن يكون 150 أو 160. أنا أعتقد كان هناك يعد كسر لروح المرأة، لأنها ليس كل النساء كما قلت فاعلات، ونحن لا نستطيع أن نضع أحزمة عفة كما يفعل في القرون الوسطى والقرن السابع عشر. عن النساء لا يستطيع أحد أن يفعل هذا، لكن المرأة تبقى هي أساسية في التصدي لهذا المشهد البرلماني، ولكن السؤال كيف تتصدى ومن تتصدى وكيف تكون هناك فاعليتها مثمرة للمجتمع. أنا أريد مجتمع يبقي هذه المرأة لأنها استطاعت أن تحدد وجوه العمل بهذا الجانب. هل هذا فعلا موجود؟ أنا أشك في هذا الجانب، رغم أن هناك نساء فاعلات واستطعنا أن يخترقنا الكثير من الأسس ومن القضايا ويصلنا إلى مكان آمن. نعم، حقيقة مهم جدا ما تحدثت به دكتورة سهام. دعيني أناقشه أكثر مع الدكتورة بشرى. دكتورة بشرى، إذا ليس المهم اليوم عدد المقاعد التي تحصدها النساء في البرلمان العراقي، وإنما مدى فعالية دور المرأة داخل البرلمان العراقي. تحدثت الدكتورة سهام بنقطة مهمة، بأن المرأة أو البرلمانية العراقية أو السياسية العراقية هي مقيدة وربما مرهونة بالكتل والأحزاب السياسية التي تتبع لها. إلى أي مدى توافقين الدكتورة سهام بهذا الطرح؟ أنا لا اعتراض لدي مطلقا على ما تفضلت به الدكتورة العزيزة دكتورة سهام، بالعكس أنا معها في هذا الكلام، ولكن أنا أتكلم على الاستحقاق القانوني. الاستحقاق القانوني هذا موضوع ثابت لا يقبل الجدل. قانون الانتخابات نص على مقاعد الأعلى أصوات بغض النظر عن جنس من يتبوأها، زائدا مقاعد الكوتا، فبالتالي هذا انتهى، هذا استحقاق قانوني خالفته مفوضية الانتخابات، لأنها احتسبت مقعد الكوتا مع مقعد الأعلى أصوات، وهذا خطأ كبير جدا، لا سيما أن هناك قرار للمحكمة الاتحادية صدر في 2019 وضح هذا الموضوع بالكامل فيما يتعلق بوجود امرأة لا يمنع من مسألة الكوتا إذا كانت تلك المرأة حصلت ولكن على هذا المقعد هذا باستحقاقها في الأصوات القانوني. أما من حيث العدد تماما أود أن نناقش أكثر دور من حيث العدد اللي تفضلت مدى فعاليتها داخل البرلمان. نعم، أنا مع الدكتورة سهام في مسألة العدد. نحن أيضا طالبنا بأن ما يكون الموضوع متعلق فقط بالعدد بقدر النوع. نحن نبحث عن النوع، نوع النساء اللواتي يتبوأن مقعد في مجلس النواب. نعم، أكثر من عانى من النساء اللي موجودات في مجلس النواب هم النساء نفسهم، شريحة النساء، الحركة النسوية في العراق، لأنه للأسف كانوا هؤلاء النساء في مجلس النواب، مو كلهم، الغالبية العظمى من عندهم كانوا يقفون بالضد من قضايا المرأة ومن القوانين التي تخص المرأة أو التي تحمي المرأة، وهذا كانت صدمة كبيرة لنا، لأنه إحنا اللي دافعنا عن وجود الكوتا في الدستور، دافعنا عنه لدورات انتخابية كثيرة، لكن للأسف كنا نطمح من خلال الكوتا أن يكون من يشغل هذه المقاعد هم النساء المؤمنات بقضايا المرأة
المدافعات عن قضايا المرأة صوت للمرأة خارج مجلس النواب يكونون داخل مجلس النواب، لكن للأسف الأحزاب السياسية سرقت منا، أقولها بهذه العبارة، سرقت منا مقاعد الكوتا، وجاءوا بنساء من أحزابهم مطيعات لا ليس لديهن رأي سوى ما يأمر به الحزب أو الكتلة، وبالتالي وقفنا بالضد. يعني نشاط المرأة السياسي في العراق بالضد مرهون بالكتل والأحزاب السياسية أيضا، وبالتالي هي مقيدة. نعم. ولم تستطع فعل أي شيء أو تقديم أي شيء للمرأة العراقية، لأنه تخشى على مقعدها، تخشى على مكانتها في الحزب، تخشى أنه هذا إذا خالفت رأي الحزب أو الكتلة معناتها في الدورة الانتخابية القادمة لن يرشحوها لأنها ليست مطيعة. هذا أستثني من عنده 5 أو 6 نساء كانوا من القوة بالوقوف مع قضايا المرأة، كنا نتمنى أن نجدهم اليوم في المرشحات لمجلس النواب، ولكن للأسف لم يترشحوا مع كل الأسف. مع الأسف. دكتورة سهام، استمعت يعني إلى الدكتورة بشرى، وفق هذا الإطار ووفق المعطيات التي طرحتها الدكتورة بشرى، إلى أي مدى يمكن القول أن المرأة العراقية اليوم فاعلة في السياسة، تملك قرار سياسي وتشارك في صنع القرار السياسي؟ أحسنتي دكتورة بشرى، وهي صاحبة المسار القانوني وتستطيع أن ترصد الكثير من هذه القضايا خاصة في الجانب القانوني. أحييها وتحياتي لكل كلمة قالتها، ولكن يا سيدتي الكريمة يفترض أن نجد حلول مناسبة لاختيار الشخصيات النسائية فضلا عن الشخصيات الرجالية. الأحزاب هي من تطلب المرأة، الأحزاب هي من تجعل المرأة متصدية، ولكن أين العطاء؟ المجتمع ينظر إلى العطاء، والدليل على هذا أنه الانتخابات خذلت آخرين، لم يذهب المواطن والمواطنة لم يذهبوا إلى صناديق الاقتراع بسبب هذا الاختيال اللي ممكن انه يختلون في جوانب لا يستطيع فيها ان يبني بلد متدمر من كل الجهات. وبالتالي انا اتي بامراه واتي بهذا العدد واطلب منها ان تفعل افعال تستطيع من خلالها ان تبني وطن، الوطن لا يبنى بهذه الطريقه. وكم استقطبوا النساء، اسألي اعرفي كل التفاصيل المتعلقة باستقطاب النساء، هناك نساء 30 سنة عمرهن أو 35، أين تجربتهم في هذا الجانب؟ كيف تستطيع أن تكون واجهة لحزب غير فاعل، لحزب ينتقص حتى من الشعب العراقي، في أحزاب هي لا تستطيع إلا أن تتمسك بالمرأة، وهناك رجال دين كانت النساء هم محجبات ولابسات عبي وكانوا في البرلمان، ولكن ماذا فعلنا؟ أين القضية التي تبني مجتمع؟ والإنسان بنيان الله ملعون من هدمه. كان هناك هدم من البرلمان، البرلمان غير عاقل في اختيار الشخصيات اللي ممكن أن تمثل الناس، أما القضايا الحزبية فهي التي ساهمت مساهمة كبيرة في استقطاب هؤلاء النساء، وبالتالي نحن لا نستطيع أن نتصدى إلى قضايا بها تحايل، بها تصاهر، بها تلاقح، بها تلاسن، بها كثير من الأسس اللي المجتمع العراقي الآن استفز منها، وبالتالي الشعب العراقي ليس قادرا على أن يختار المرأة أو الرجل في كل الحالات. أنت الآن تتحدثين عن النساء، ولكن أي النساء؟ يفترض أن تكون هناك رؤية، ورؤية حقيقية، هذه الرؤية تستطيع من خلالها المرأة أن تبني، أن تذهب إلى، ليس من 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 صلاحيتها أن تبني مدرسة أو تبني شارع كما فعلوا في البداية، كل انتخابات يروحون الشوارع، ليس من هناك
أسس قانونية يفترض أن تظهر هذه الأسس حتى تبني مجتمع. المجتمع لا يبني بتبليط الشارع ولا ولا مدرسة مأزومة وأنا أعمل الحائط، لكن هناك أسس قانونية يفترض أن المرأة تعيها حتى ممكن أن تكون فاعلة. ولكن التصدي من الأحزاب اللي جابتها هي كانت غير فاعلة في هذا الجانب وتنتظر أن تنظر إلى وضحت الفكرة دكتورة سيهان. دعيني أناقش أكثر هذا الأمر مع الدكتورة بشرى. دكتورة بشرى، يعني تتحدث الدكتورة سيهان عن غياب حقيقي لدور المرأة في السياسة العراقية وغياب الرؤى حتى لتمكين المرأة سياسيا ومجتمعيا في العراق. تحدثتي قبل قليل بأنه يعني كان هناك تقصير من قبل المرأة السياسية في العراق من يعني تمكين هذا الدور للمرأة العراقية بشكل عام. يعني منع هذا التقصير، هل كنت تقصدين مثلا تشريعات معينة كان بحاجة العمل عليها، يجب أن تشرع داخل البرلمان العراقي ولم تسعى إليها النائبات في البرلمان؟ نعم، هذه واحدة من صور القصور الذي يسجل على النساء في مجلس النواب البرلمانيات. أهم قانون كنا نسعى، وهذه الدورة هذه اللي حتكون، هذه اللي الآن بدت، هذه الدورة الرابعة اللي احنا دا نسعى من خلالهم أن يكون لدينا في العراق قانون للحماية من العنف الأسري. وهذه الدورة وأنا متأكدة نفس النتيجة راح تكون مثل الدورات السابقة بخصوص هذا القانون. النساء كانوا يقفون بالضبط حتى مع زيادة عدد النساء داخل البرلمان اليوم. المشكلة نرجع إلى نفس المشكلة، النوع. هل سيكون النوع، احنا سائلة الآن ما نقدر نقول أي كلام بالنسبة للنساء اللي تبوأوا المقاعد في البرلمان الجديد، لأنه إلى الآن ما نعرف شنو طبيعة دول النساء. هسه المفروض هم المفروض يكونون أكثر قوة. ليش؟ لأنه صعدوا بأصوات مو بأحزاب، صعدوا بأصوات. يعني كل امرأة في كل دائرة انتخابية اليوم صعدت بأصواتها، صعدت لأنه قنعت الناس بأهمية تمثيلها في مجلس النواب، تمثيلها لهم في مجلس النواب. طيب من هسه حتكون في مجلس النواب، هل ستبقى خاضعة خانعة للحزب اللي هي ترشحت عنه، أم ستشعر بالقوة بعد أن أهلها لصعود هنا صعودها يعني إلى مجلس النواب الناس وليس الحزب؟ دعيني أتوقف فقط عند نقطة الرضوخ للحزب الذي تتبع له يعني البرلمانيات العراقيات. هل من المعقول أنه لا يوجد برلمانيات داخل البرلمان العراقي لا يخضعن لسطوة الحزب، لا يعني يملكن القرار، السيادة، الحرية بممارسة حقهن القانوني؟ نعم يوجد، وأنا خبرت حضرتك قبل قليل أنه إحنا في كل دورة انتخابية لدينا 5-6 بالكثير 7 نساء من اللي احنا نعول عليهم لانه يمتلكون القوه في الدفاع عن قضايا المراه والقوانين التي تكون لصالح المراه في مجلس النواب. دول 5-6-7 ما ازداد عنهم هذا العدد. هل سيكون العدد في هذه الدوره اكثر بعد ان يعني تكون لدى المراه القناعه بقوتها وانه هي صعدت الى مجلس، بالاخص ال 57 امراه اللي صعدوا باصوات الناس الى مجلس النواب، هل ستشعر بانه هي فعلا يجب ان تكون على قدر مسؤوليه هذه الاصوات اللي بوأتها هذا المكان في مجلس النواب؟ احنا اليوم بحاجه الى تشريعات تتعلق بتمكين المراه اقتصاديا، سياسيا، اجتماعيا، ثقافيا، من كل النواحي، بالاخص من الناحيه السياسيه. اليوم المراه فعلا لازم، هسه احنا بعد هذه النتيجه اللي حصلت، وانا الى الان ما زلت مصره على كلامي، احنا اليوم نستحق 140 مقعد، 57 بدل خارج الكوتا وال 83 اللي خاصه بالكوتا. المفروض احنا اليوم بعد هذا الكم اللي حصلنا عليه بقناعه الناس، المفروض احنا نعيد النظر، نعيد 180 درجة بموضوع
عمل المرأة داخل مجلس النواب. يعني تخيلوا معايا لو اليوم هذا الكم من النساء اللي صعدوا إلى مجلس النواب تلفوا بكتلة واحدة، ما تتصورون معايا شنو ممكن القوة اللي حيكونون عليها داخل مجلس النواب. يعني هسه إذا افترضنا جدلا على هذا العدد اللي طلع اليوم اللي هو 97 امرأة، تخيلوا كتلة 97 امرأة داخل مجلس النواب، وما زلت مصرة على 140 امرأة داخل مجلس النواب. تخيلوا هذه الكتلة شنو ممكن تعمل، شنو ممكن تغير من واقع المرأة في العراق، شنو ممكن من قوانين لصالح المرأة ولصالح المجتمع ممكن أن تقوم بها المرأة، تثبت بها ومن خلالها أن النساء لما يتبوؤون مواقع صنع القرار، النساء المتمكنات القويات المتخصصات لما يتبوؤون أماكن في مواقع صنع القرار شنو ممكن يغيرون ويعملون داخل. إحنا مو أقل من الدول اللي تمام. اللي النساء ماخذة بها مكانات كبيرة جدا. هذه النقطة تونس اليوم عندها رئيسة وزراء، طب ليش شنو فرقنا عنهم؟ شنو بي إحنا أقل من عندهم؟ تمام، دعيني أناقش هذه النقطة أكثر مع دكتورة سهام. دكتورة سهام، يعني لماذا لم تعطى المرأة العراقية دورا كبيرا في صنع القرار السياسي في العراق، ولماذا تم تغييبها إلى هذا الحد ورغم أنها موجودة داخل المشهد السياسي، دعينا نقول، إلا أن دورها خجول جدا؟ لربما سيدتي الكريمة، لربما الإسلام السياسي قد حصر المرأة في الحجاب وفي العباءة، وبالتالي لا تستطيع أن تتحرك إلا حينما تنظر إلى وليها، وبالتالي قضية أن تكون النساء فاعلات في هذا الجانب قضية ليست محورية بقدر ما هي قضية مجرد أن تكون موجودة في البرلمان. وأنت تعرفين حضرتك البرلمان كيف هي الأموال الطائلة التي تعطى إلى البرلمانيين وغيرهم، وكل القضايا المتعلقة بالطقوس الأساسية اللي ممكن أن يشتغلوها في هذا الجانب. لكن أن يعطي المرأة، هو قانون المرأة الآن، القوانين المتعلقة بالأطفال وحضانة الرجل، ممكن أن يكون قادر على أن تكون حضانة الأولاد عنده، هاي من الكوارث الأساسية. يفترض أن تكون المرأة هي المؤتمنة على الأولاد، الرجل لا يستطيع أن يؤتمن على الأولاد وداخل خارج للمقاطعة. وبالتالي ولكن دعيني أرحب عبر الهاتف بالنائبة المخضرمة عاليا نصيف. أهلا بك ست عاليا، وأبارك لك يعني الفوز في هذه الانتخابات. نتحدث عن دور المرأة العراقية اليوم في السياسة وفي المشهد السياسي العراقي. تشير ضيفتاي الكريمتان إلى أن دور المرأة دور خجول، لم تحقق شيء للمرأة العراقية رغم وجودها في المشهد السياسي في العراق. كيف تردين على هذه المواضيع؟ تفضلي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وتحية لمشاهديكم. يعني حقيقة المرأة لا تختلف عن الرجل في إداء دورها السياسي. فالمرأة منذ 2003 لحد الآن، أي من التغيير لحد الآن، متبنية للكثير من القضايا. ودائما المرأة لا تحصر نفسها بكونها امرأة أو بقضايا امرأة، وإنما بالعكس كانت وزيرة وكانت مستلمة للكثير من القضايا التنفيذية وكانت تشريعية. ولكونها تشريعية فكانت سياسية بامتياز حقيقة، تناولت الكثير من الجوانب السياسية التي تخص الأسرة بشكل عام. خضوع المرأة في العراق من الناحية السياسية إلى الحزب الذي تتبع له تحديدا داخل البرلمان، كيف تردين؟ يعني أولا لكون البرلمان برلمان ذكوري، فكان الكثير ما يعني يختار من المرأة ويقلل من شأنيتها. وأنا أجدها في الكثير من المواقف هي أصلب من الرجل ولا تهادم في موقفها. أما فيما يتعلق يعني انتمائها لرئيس الكتلة أو تنفيذ مقررات كتلتها، فهذا لا يخص المرأة وحدها. الكثير من الرجال كانوا أيضا يخضعون إلى قرارات كتلهم، والمرأة لا تختلف في هذا النمط.
عن الرجل، مع ان المراه يعني اذا كان الرجل يفكر مره واحده في الخضوع الى رئيس كتلته عفوا مرتين في الخضوع الى الكتله، المراه تفكر مره واحده. فلذلك كانت انا من وجهه نظري متحرره بالكثير من المواقف وتجادل في الكثير من المواقف. فانا من وجهه نظري وحسب ما لاحظت بالشكل العام بان المراه اكثر علميه في اداره شؤون السلطة التشريعية، ولكنها نتيجة لكون الغلبة للذكورية الموجودة في مجلس النواب تقلل من شأنية، حتى أن بعض الرجال حقيقة أقولها بكل صراحة يعني يختاض ويغار حقيقة من وضع المرأة. يعني ست عالية، هل هذه السطوة الذكورية داخل البرلمان العراقي كما تتحدثين وهذه الغلبة الذكورية هي التي منعت من تشريع قوانين مهمة للمرأة مثل قانون العنف الأسري؟ يعني شوفي، القانون العنف الأسري وصل إلى مراحل الأخيرة. تعرفين مرات يعني رئاسة مجلس النواب أو هيئة رئاسة مجلس النواب تتجاوز عن صلاحياتها في عمل تنظيم عمل مجلس النواب، فتنفرد في بعض القرارات. لذلك دائما كانت المرأة عندما تريد إدراج هذا القانون هيئة رئاسة مجلس النواب ترفض، وبالتالي نتيجة استماعها للكثير من الآراء لرؤساء الكتل. لذلك أنا جت ليس هو الخلل في المرأة وإنما الخلل في طبيعة عمل مجلس النواب. نعم. طب ست عالية، اليوم دعيني أتوقف عند المنجزات التي حققتها البرلمانية العراقية داخل قبة البرلمان. ما هي أهم هذه المنجزات وكيف كان دور المرأة عموما داخل البرلمان العراقي خلال السنوات الماضية؟ يعني أنا من وجهة نظري أجد بأن المرأة متقدمة بشكل كبير، ساهمت في بعض القانونيات، ساهموا بشكل كبير في تشريع الكثير من القوانين المتعلقة بالأسرة والمتعلقة بالجانب السياسي وبالجانب يعني لا تختلف أبدا عن أي برلماني آخر. بهذه المراحل من الصعوبة أن يقتنع المجتمع في 2003 وفي الانتخابات اللاحقة، من الصعب كان أن يقتنع رئيس عشيرة أو 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 يعني درجات خاصة يعني درجات خاصة بالعلمية أن يقطع بين المرأة تمثله، ولكن هذه الدورة يعني كانت إشارة واضحة جدا ونوعية بأن المجتمع العراقي أعطى صوته من شيوخه من شبابه من شيبته من مثقفيه، أعطى صوتهم للمرأة لقناعته بأن المرأة ممكن أن تتحمل مسؤوليتها أكثر من الرجل وحريصة أكثر من الرجل، وهذه نقلة نوعية مؤشرة في هذه الانتخابات. لذلك أنا أعتقد هذه الدفعة النوعية من المجتمع تزيد من عزيمة المرأة في إداء دورها التشريعي والرقابي وإداء دورها البرلماني بشكل صحيح. نعم، أشكرك جزيل الشكر النائبة المخضرمة عالية نصيف، وبالعودة إلى ضيوفي الكرام وإليك تحديدا دكتورة سهام، حيث كنت تتحدثين يعني عن نقص في التشريعات، وقالت السيدة عالية نصيف بأنه تحديدا موضوع قانون العنف الأسري يعني في نهاياته التشريعية وربما سيقر في البرلمان الجديد في العراق. يعني كيف وجدت ما طرحته السيدة عالية نصيف، وهل هناك أمل فعلا بتغيير الوضع المجتمعي للمرأة في العراق والسياسي أيضا؟ نعم دكتورة سهام تسمعينني؟ عفوا الصوت ما واضح عندي. دكتورة سهام تسمعينني؟ نعم نعم أسمعك. عفوا كنت أظن للدكتورة بشرى. لا سألتك. لا شك أن هناك أسئلة، ما قالته النائبة الكريمة هناك أسئلة. ما هي المنجزات التي فعلتها المرأة في الانتخابات من 2006 إلى الآن؟ وما هي المنجزات التي ستصنعها للمجتمع العراقي في هذه الدورة؟ كيف يمكن أن أجد حلول مناسبة لمشكلات المرأة في البلد بشكل عام؟ هناك نساء مطلقات، هناك نساء انتحرن، هناك من قتلنا أولادهن، هناك عنف أسري قاتل. كيف استطاع البرلمان والنساء في البرلمان أن يتصدين لهذا المشهد؟
وكم من البرلمانيين أو البرلمانيات تصدى لهذا المشهد؟ يظهر في فضائيات العراق كلها والعالم، ويجد نفسه هو أيضا هو يستطيع أن يتحدث بلغة. نعم دكتورة سهام. لا أسمع. تفضلي. لا أسمع. طيب، إلى حين أن تحل هذه المشكلة أعود إلى الدكتورة بشرى العبيدي. دكتورة بشرى، لا يعني لا أستطيع أن أجد حلول مناسبة، فكيف يكون لي دور كبير وأنا قد اختارني الناس؟ هذه قضية يفترض أن يتم فيها الفصل القانوني والفصل الذي يستحق أن نقول أن هذا برلماني. كيف يكون البرلماني والشوارع غير فاعلة، ولربما هذه الشوارع لا تستطيعين أن تجدين هناك ملايين السيارات والكوارث الموجودة في المجتمع العراقي؟ كيف لي أن أثق ببرلمان لا ينتبه إلى المواطن ولا يسعى إلى أن يجد له حلول لقضاياه؟ أين المدارس؟ أين الطلبة؟ كل الكليات الأهلية والمدارس الأهلية أخذت حيز كبير لأنها تابعة إلى أحزاب وجهات. يبدو أننا ابتعدنا قليلا عن الموضوع. أتحدث فقط عن المدارس الحكومية والكليات الحكومية أن تكون فاعلة في هذا الجانب. يعني أشرت قبل قليل إلى أنه كان هناك تقصير في مسألة التعليم، مسألة يعني القانون، قانون العنف الأسري. هل هذه المسؤوليات هي مناطة فقط بالمرأة البرلمانية العراقية، أم يعني هي مسؤولية دولة بكاملها؟ لنكون منصفين يعني دكتورة. مسؤولية الدولة ومسؤولية المؤسسات مسؤولية الدولة ومسؤولية المؤسسات، مسؤولية الوزارات تقع على عاتقها هذا الهم العراقي الكبير. يا سيدتي، يفترض أن ننتظر لهذا، لا نضع 370 أو أكثر أو 300 وما أعرف إيش قد البرلمان، فقط برلمانيين يستحقون الكثير من الملايين والمليارات يسحقوها وكأنهم لا يعرفون أن هناك ظلم وهناك عوز وهناك عجز وهناك كثير من الأسس اللي هي موجودة في المجتمع. كيف لي أن أضع حلول لهذا الجانب؟ نعم، دعيني أناقش الموضوع أكثر مع الدكتورة بشرى. دكتورة بشرى، تحدثت قبل قليل السيدة عليا نصيف عن موضوع الغلبة الذكورية داخل البرلمان العراقي، والتي أعاقت تشريع وتمرير قوانين مهمة تخص المرأة العراقية. اليوم هل باعتقادك يعني يجب على المرأة السياسية العراقية أو المرأة داخل البرلمان العراقي أن تكون أكثر حزما، وما الذي يمنعها من أن تمارس دورها بحرية مطلقة؟ يعني هذه الغلبة الذكورية اللي تحدثت عليها السيدة آليا نصيف بسهولة جدا بالإمكان التغلب عليها. عددهم كان 84 امرأة في الدورة الانتخابية اللي انتهت، 84 امرأة. تخيلوا لو اتحدوا بكتلة واحدة ايش راح يكون قيمة الغلبة الذكورية؟ اصلا ما راح يبقى بعد للذكورية غلبة. لو اتحدوا بكتلة واحدة وغلبوا المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، انا اجزم ومتاكده كانوا هم اللي نقول عليهم الذكور في مجلس النواب، هم كانوا راح يطلبون رضا هذه الكتله النسويه لانه راح تشكل لهم قوه لو كانوا مساندين لهم. لكن للاسف، وارجع واقول يا سيدتي يا عزيزتي يا ست عاليا نصيف، المشكله بيكم انتم النساء داخل مجلس النواب، انتم متفككات. طبعا يعني اعتقد مشكلة لو اتحدتوا في باعتبارها اكيد غير موجودة، وهي تعرف معزتها ادنى، معزتها كبيره، لانه هي من النساء القويات داخل مجلس النواب ويشهد لها بهذا الشيء. طيب بهذه القوه ليش ما جمعتوا رابطه من نساء البرلمان وكونتوا كتله واحده داخل هذا المجلس اتغلبتوا بها على الذكورية اللي موجودة داخل مجلس النواب، اتغلبتوا بها على الاعتراضات لما تطرحون مشاريع قوانين تتعلق بالنساء. أنا على عيني وعلى رأسي تقدمكم داخل مجلس النواب بالعمل، لكن هذا مو صالح المرأة. أنا شنو علاقتي
احنا كحركة نسوية كمدافعين عن حقوق المرأة، شنو علاقتنا بالاستجوابات وغيرها وغيرها؟ احكوا لي شنو قدمتوا للمرأة العراقية؟ قانون اللي هو قانون الحماية من العنف الأسري، دمبوس الأيادي حتى يتشرعه ما حد يشرعه. أحد بكم قدر يشرعه؟ لا، المشكلة الأكبر النساء اللي بداخل مجلس النواب بكل فخر يقرؤون مشاريع القوانين اللي هي بالضد من المرأة. قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، منو قرأ؟ منو تصدى له؟ منو دافع عن هذا الإلغاء للمادة 57 من قانون الأحوال الشخصية اللي يتعلق بحق الحضانة؟ النساء. طيب شلون تريدوني أثق بهيك نساء؟ شلون تريدوني أثق بنساء هذا فكرهم تجاه المرأة؟ شلون تريدوني أقول نعم هذول النساء هم مكسب إن داخل مجلس النواب هم دا يعملون بالضد من عندنا؟ أنا هذول ما أعتبرهم مكسب. لهذا إحنا دائما نقول المشكلة إحنا نريد نوع من النساء داخل مجلس النواب. المفروض الآن هذا النوع، المفروض ما زلت أضع كلمة المفروض بين قوسين، المفروض الآن هذا النوع يكون متوفر، لأن ذول النساء الناس أعطتهم ثقتهم بالأصوات. 57 امرأة مو قليل صعدت بأصوات الناس، فبالتالي المفروض نشوف شيء مختلف عن السابق. نشوف اليوم كتلة من النساء، يعني أمنيتي وإن كانت أقرب للمستحيلة، ولكن خلينا نقول أمنيتي أول انعقاد لمجلس النواب الجديد نلقي تحالف هذول العدد من النساء بكتلة واحدة ويتصدون للكل. نعم. ممكن دعيني تحقق هذه الأمنية المستحيلة؟ دعيني دكتورة بشرى أتوقف عند هذه النقطة وأناقشها أكثر مع الدكتورة سهام. دكتورة سهام، هل تتفقين مع الدكتورة بشرى بأنه يعني تعزيز دور المرأة السياسي ومشاركتها في صنع القرار السياسي وأيضا التشريعات القانونية اللازمة يجب أن يكون بتكاتف المرأة داخل البرلمان العراقي وتكاتفها أيضا مجتمعيا؟ كيف يعني تقوي المرأة نفسها وتثبت مكانتها السياسية اليوم؟ فعلا كما قالت الدكتورة بشرى، نستطيع أن نؤسس لوضع يستطيع أن يستقطب كل النساء الموجودات في البرلمان، وبالتالي حققنا وحدة واحدة لغرض القوانين، لغرض التصدي لكل الأسس اللي ممكن أن يتبناها البرلمان. هذا التبني في البرلمان يفترض أن يكون جماعي وليس فردي، وأنت تجدين أن هناك سيدات في البرلمان الواحدة لا تتحدث مع الأخرى أو تتذمر من هذه، خاصة حين يتحدثن في الفضائيات وكنا في بداياتهن في هذا البرلمان، وبالتالي أنت تستطيعين أن تقولي يفترض أن، وأنا أحيي دكتورة بشراء فعلا يستطيعن أن يعقدن وحدة واحدة للتصدي لكل المشكلات التي تكون في البرلمان. هذه المشكلات هي تهتم بها، تتعلق بالمجتمع، تتعلق بالطفولة، تتعلق بالمرأة، تتعلق بالحلال والحرام، وبالتالي يفترض أن تكون فاعلة. هذه هي الفاعلية اللي أنا أقصدها حينما أقول يفترض أن تكون المرأة فاعلة في البرلمان من خلال هذا التبني لأن يكون وحدة واحدة حتى يستطعنا أن يتغلبنا على كل الصعوبات التي يضعها الرجل في القضايا التي يتطلب أن تعالج في هذا الجانب. نعم دكتورة بشرى، دعينا نتفق هنا على نقطة بأن يعني المرأة السياسية في العراق هي قوية ولديها برامج ورؤى سياسية، لكن عندما تصل إلى قبة البرلمان ربما تواجه عقبات و يعني محاولات لعرقلة برامجها التي تمكن المرأة. أريد منك كلمة أخيرة توجهها إلى الفائزات اليوم في البرلمان العراقي. الكلمة أنه اتحدوا من أول انعقاد لمجلس النواب وثبتوا للآخرين إيش قد أنتوا قويات. هسه معاكم اليوم تشرينيات اللي هم قادوا ثورة غيرت هذا النظام بالكامل، اليوم هم معاكم. هل بإمكانكم يا تشرينيات الفائزات
اليوم بمقاعد في مجلس النواب واللي ساندوكم من المؤمنين بالقضية اللي قمتوا بها بهذا التغيير بالكامل، هل بإمكانكم إحداث مثل هذا التغيير داخل مجلس النواب وتنبثق من أول جلسة كتلة نسوية داخل مجلس النواب؟ والله سنقف لكم احتراما وتقديرا ونصفق ونهلهل لكم بأعلى صوت إن تمكنتم من هذا من هذه الخطوة. نعم دكتورة سهام، أيضا كلمة أخيرة منك إلى يعني الفائزات اليوم في البرلمان العراقي، وما الذي يجب عليهن أن يفعلوه بداية، وما يجب أن تكون أولويات لدى النساء اليوم داخل البرلمان؟ لا ننسى سيدتي الكريمة، لا ننسى أن كل هذه هؤلاء النسوة تابعات إلى جهات وأحزاب، لا يمكن أن يتوحدن بقدر ما يفترض أن يكن هن صاحبات حلول ومعالجات للكثير من القضايا. وعليه أنا أعتقد هناك شبكة تستطيع من خلالها المرأة أن تعبر إلى هذا الجانب، لكن يبقى الحل أو يبقى الرؤية عند النساء هي تخشى أن يكون هذا الحزب أو ذاك الذي انتمت إليه يرفض هذا الجانب. هذه فكرة عظيمة إذا توحدنا هؤلاء النساء وعملنا عمل يستطيع أن يبني البلد وليس فقط أن يكون هناك قضايا قانونية أو غيرها. نعم أنا أشكرك جزيل الشكر أستاذة الإعلام في جامعة بغداد الدكتورة سهام الشجيري، وشكر موصول أيضا إلى المختصة في مجال حقوق المرأة الدكتورة بشرى العبيدي، شكرا جزيلا لكما. إذا مشاهدينا وصلنا إلى ختام منشط أحمر لهذا اليوم، ألقاكم يوم غد بملفات جديدة، إلى اللقاء.